السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، تحيي المرأة الجزائرية غدا عيدها العالمي المصادف لثامن مارس من كل سنة، وسط إنجازات ومكاسب تعززت أكثر في عهد الجزائر الجديدة التي تبنت قيادة البلاد فيها سياسة فعالة لترقية المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في عديد المجالات. وبالمناسبة، بعث اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هنأ فيها المرأة الجزائرية مشيدا بإرادتها القوية ووفائها الدائم للجزائر ودورها في المجتمع. السيد رئيس الجمهورية أكد بالمناسبة على الدور الريادي للمرأة في العديد من القطاعات ومشاركتها البارزة في التنمية المستدامة بشغلها بنسب عالية لمناصب العمل في قطاعات التربية والتعليم والقضاء والصحة، واندماجها بكفاءة وتميز في مجالات أخرى كالأسلاك النظامية، كلها مجالات يضيف السيد رئيس الجمهورية في رسالته للمرأة الجزائرية أبانت فيها المرأة عن قدرات في الأداء تدعو للاعتزاز بأخواتنا وبناتنا اللائي أثبتن على الدوام بأنهن ورثات شهيدات الجزائر والصنوان جميلاتها، جميلة أبو باشا، جميلة أبو حيرد، جميلة أبو عزة وغيرهن ممن سجلن أسماءهن في السجل الخالد لكفاح المرأة الجزائرية من طينة زهرة ظريف بيطات ولويزات إغي الحريز لتبقى ذكراهن، يضيف السيد الرئيس، راسخة في وجداننا جميعا. ولقد كنا قدوة لمن نهضن بعدهن في مرحلة قاتمة أيام المأساة الوطنية بشجاعة مثالية، متصديات للإرهاب الهمجي من طبيبات ومعلمات وصحفيات ومن مختلف الفئات، وانتصرنا بتضحياتهن على قوى الشر والظلام لتظل الجزائر كما أرادها الشهداء ثابتة الخطى على المسار الذي حددته مبادئ رسالة نوفمبر. فلا غرو أن على قدر المرأة الجزائرية وارتفعت مكانتها وعظم احترامها وامتنان الجزائريات والجزائريين لعطائها. إن الجزائر الجديدة التي تمضي إلى بنائها بإرادة قوية وصادقة، يشدد السيد رئيس الجمهورية، لن تكون إلا باعتمادها على المرأة، وهي كاملة الحقوق، مصونة الكرامة، مرفوعة الهامة بوطنيتها ومواطنيتها. وإننا في الوقت الذي نعتز فيه بما يميزها من ارتباط وثيق بتقاليد الأمة، يؤكد أو يضيف السيد الرئيس أن المناصفة الحقة التي تعمل على تكريسها ليست منة أو تكرما، بل هي مكسب دستوري يتعين أن يتجلى بصورة واضحة على أوسع نطاق في مجتمعنا، ولن يكون هناك أي تراخ أو تغافل على المساس بهذا المبدأ من أي هيئة أو إدارة أو مسؤول أو صاحب قرار يعمد على الإنقاذ من أهلية أو كفاءة أو قدرة المرأة الجزائرية وحرمانها من حق يعود إليها على أساس المؤهلات المؤكدة لشغل أي وظيفة أو مسؤولية مهما دنت أو علت. إن أخواتنا وبناتنا يحتفين اليوم بهذه المناسبة، يؤكد السيد الرئيس، هن امتداد معبر عن نضال وكفاح المرأة الجزائرية المشرف منذ غابر العصور وخلال ثورة التحرير المباركة، وهن كذلك حاملات لأمل الجزائر الجديدة التي شاركنا في بنائها في الأرياف والقرى والمداشر، أينما زالت المرأة الريفية رمزا للتضحية والكد الشريف وفي المدن والحواضر الكبرى. وإنني يختم السيد الرئيس رسالته للمرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لأتوجه إليهن قاطبة في كل مواقعهن بأخلص التهاني، مقدرا لهن تحملهن أعباء تنشئة بنات الجزائر في الحاضر والمستقبل ورعاية الأسر وغرس بذور المودة والإخاء وتعميق مشاعر الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية الجزائرية. وتزامنا وفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تم اليوم بملحقة وزارة التكوين المهني بن عكنون إحياء المناسبة من خلال تثمين المكتسبات المحققة في القطاع والتذكير بالتزامات إطارات التكوين المهني ومساهمتهن في تعزيز هذه المكتسبات للنهوض بالاقتصاد الوطني. وبالمناسبة، تم تكريم عدد من المعلمات المكونات بالملحقة نظير مجهوداتهن في ترقية جودة التكوين.
وبالمناسبة حظيت صحفيات التلفزيون الجزائري والعاملات بالمؤسسة بالتكريم في يومهن العالمي في حفل حضره عاملات وعمال المؤسسة، حيث تم التنويه بالمناسبة بالدور الكبير الذي قدمته وتقدمه المرأة للرقي بالعمل الإعلامي في المؤسسة كل في مجالها. والمرأة الفلسطينية وعشية عيدها العالمي تحلم برغيف خبز ومأوى يحميها، والنساء الحوامل في غزة ينجبن أجنة ميتة نتيجة لسياسة التدمير والتجويع الممنهج على قطاع غزة. يحدث ذلك في وقت أحصى فيه الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء استشهاد 9000 امرأة وشابة فلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة. في ملف التعاون استقبل اليوم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شودونيو، الذي تنقل بعدها إلى ميناء الجزائر لمعاينة السفينة العلمية جرين بالقاسم التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، حيث تم عرض أهم مشاريع الشراكة بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. خلال إشرافه على اللقاء الدوري للجنة الوزارية للفتوى بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمخصص لضبط المسائل الدينية المتعلقة بشهر رمضان بحضور أعضاء لجنة الفتوى المتكونة من علماء وأساتذة جامعيين، كشف الوزير يوسف بالمهدي عن إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم الفتوى حضوريا، وهذا بغية تسهيل الحصول على الفتوى في مختلف المسائل الدينية. أطلق اليوم المرصد الوطني للمجتمع المدني شبكة جمعيات حقوق الإنسان والتنمية في ملتقى نظم بالعاصمة، ناقش خلاله المشاركون أهداف الشراكة بين المرصد والشبكة والخطوط العريضة لخطة العمل المسطرة في إطار هذه الشراكة. الملتقى توج بتوقيع اتفاقية إطار بين المرصد والشبكة تعنى بحقوق الإنسان والتنمية، وهذا بحضور رئيس المرصد نور الدين بن براهم ورئيس الشبكة عبد الرحمن عرعار ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية محمد شفيق مصباح، إلى جانب نشطاء وممثلين عن المجتمع المدني. ختام هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.